من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، فكل ما خرج من الإنسان من دبره أو من ذكره أو من فرج المرأة فإنه يعد ناقضا من نواقض الوضوء، سواء كان خرج بول أو غائط أو دم أو دود أو ما شابه ذلك، فكل ما خرج من هذين السبيلين فإنه يكون ناقضا للوضوء. والدليل ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل هذا الحديث على ما ذكر من هذه القاعدة.